يقول سفير عربي اقتربت مهامه من الانتهاء في لبنان أنه تعلم في بيروت على المستوى السياسي ما لم يتعلمه في مهامه الأخرى. يحكى في الكواليس الرئاسية أن اسم وزير سابق تسلم حقيبة أمنية مطروح جديا إلى جانب أسماء سياسية وأمنية في المرحلة القريبة المقبلة. يخشى وزير سابق من مرحلة ما بعد الحراك العربي والدولي إذا لم تنجح الوسطات في إيجاد حل قريب لأزمة الشغور.